السيان كحونيو نصر عافي مغويو الشلو عرنا ولشا الفريق اللي حاد يجروها اللي حاد يا كفر مي هول كعصبة حفيز كه برلمان كدولة ديجان كسومالي دا. كالفريق حلي باندا وحفرتي مروى أيان عبديا فيين كجروها حلي باندا دولة ديجان كسومالي دا. وعنى هلك كسو تشيسي أجن دياش كالفريق هوري لا. كالفريق إن كرم كيسو واحد شوغا صدق ميلا دولة بميلا دوي شوغا إن ساسونا إنه غفرين هاي واحد نقول دقلنا أجن دياشنا. أجندة عشا ما أنتي نهوري على وصدح أجندة أجندةها كوه بعد وحويان أجندية هذا القرالات كي كالفردي شن هذا هوره أجندةها الله بعدين وحويان سو شيدين ته يدقيس كا وربحين تحكومة لحدة بلاد أجندةها صدح هذا وحويان بيان كاسو بيان كأساسية ده معمول كدوسية ده هوي كا دولة ديجان كسو بالدة صدح ده أجندة ويان ما أنتي وحين نهوري على صدح ده أجندة أين وجود جلنا إن أنت أقول كأنها لقوم وشيء ده شيء أنت حب الناد جديدا أنت كامستي صدق ذا أجندة ساسين أبوه أنصحين وحنوجود جلنا أجندها كوباد أو إن أنصحنتها هذا القرالات كي كالفردي كي شناد يقولها الحاد أنت حل معنا أقول تشيا أنت كامستي أنت ديدي أجندها كوبادنا ساسوين أبو أنصح أنت أكيد بوحلا جودة جلاد دجهسي أنصحنتها وربحنتها وحقبت كحكومة ده اللي حدي بلاد اللي صار ده في وعنا هلكا كسو تشيدية مدحوينها دولة ديغان كالصومالي دا مضاني مصطفى محمد عمر عكشر وعشرفيا إن مانتا عن إذين سو تشيديو وربحين توحقبت كالدولة دا اللي حدي بلوضي اللي صور دافي سنة ميزانية كان لباكن يلي هي طوان سنة ميزانية كان لباكن يلي هي طوان ترسيق إيتوبيا حكومة دو واحد مدنان تسيسي وقالاهن شرفتا لهنا ولاقاتي سيحو جينتا سياسة حسلون سوغيدة أمنية لما يسترك يك شقيسين تمشاريع ده هرمرنت كرقائد ده حصوصارك طيين ته وحبرشة ده يوديار جرو جمسيوين كي حالها هدك دجا سلوح حق نكيو هذا في داس وهاي حكومة ده قادتي إن دخل يكر له قادو غيري مشاريع ده فتفوت أما سوفت بروجكتس كا إلا سيات كي يوصل حساب تنك إيو إن دي بهابين لو سمع إيو هاي ده الدولة لما كبعيا ودو ده فلنت مدنيال يمروين حسكي كواد ee maalinkii deegaanka la aasaasay 130 sano ka hor oo aan toddobaadkan u dabaaldegnay wuxuu ku soo beegmay deegaankeena oo siyaasadiisu xasiloon tahay kuna suntan amni xilli ay xasarado badan ka aloosan yihiin agagaarka iyo geeskaba xasilinta iyo sugidda amniga ee deegaanka waxaa salig u ah ilaalinta xuquuqda shacabka xurriyadda qowlka furfurnaashaha siyaasadda iyo adkeynta hay'adaha amniga oo lagu soo biiriyay boqolaal ciidan cusub ah lana siiyay tababaro mugle oo kii u dambeeyay bishan kuliyadda booliska lagu siiyay dhammaan saraakiisha booliska waxaa wadahadal lagu xalliyey isku dhacyo ka badan 10 oo bishada dhexdeeda ahaa oo ka kala jiray degmooyinka gursum baabili ll beercaano higloole iyo feerfeer dhoobaweyn dolobay barri iyo cali xarshin dhagax madow iyo mula bilcelbuur سويدا أمنية شعبك كسوغن قلبيتك سيتي وها لغولاري مشاريع هرمارنيت أو سهلية إن عيداتكو كنا قادان آغاس تصالحان وحالا دمي جداد أي كمي ديهين جيتك اسكو حرع عسبولي إلا إيو بريوين وفوذيي سو صعدك بلشادة يأذيك بحنتا ديك مدر رونير أو آدوليتي وها عدا الوجرة وذا هذا القصاب سنسيدي شعبكي صابرك عين لغو علين لها كوبوهودي amniga xuduudaha aan la leenahay deegaankan jaarkanahay oromiya ayaa si joogta ah uga wada shaqeynaya dawladda deegaankaas iyadoo inta badan wixii soo kordha
lagu xaliyo isafgarad waxa yana xusid mudan in ciidamada deegaanka la geeyay xuduudaha aan Soomaaliya la wadaagno oo mararka qaar ay ka soo galaan milishiyaad weysan u geysan jiray hadda ka hor iyo argagixisada al shabaab oo khatar joogta ku ah xuduudeena waxa kale oo lixdi bilood ee la soo dhaafay lagu shaqeeyay laga shaqeeyay sidii looga hortagi lahaa inuu fido fikirka xaq jirka ee al shabaab iyadoo hawshaas lala kaashaday majlisaalaha majliska arrimaha islaamka iyo culimada deegaanka sugidda amniga waxa qayb weyn ka qaadan kara kor u qaadida cadaaladda sareynta sharciga iyo ilaalinta hantida shacabka waxaa kor loo qaaday lixdii bilood ee la soo dhaafay awoodda hay'adaha dacwadda ooga iyadoo sharciga la horgeeyay 1830 fayl oo ay ku eedaysnaayeen dad dhan 2069 qof waxaana go'aan helay 1091 fayl kuwaasoo u dhigma 59.4% waxaa kale oo furan 18 fayl oo madaniya kuwaas oo lagu difaacayo hanti dowladeed oo dhan 178 milyan oo bir